مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية عبر قناة الجزيرة مباشر، حيث أتواجد الآن في هذا البحث العاجل من قبل غواصي قطاع غزة الهواء الذين أعلن الاستنفار في صفوفهم، وذلك بحثا عن عدد من البحارة الذين غرقوا قبالة شواطئ بورسعيد. طبعا هؤلاء البحارة المصريين، الشواطئ أحد البحارة قذفه شواطئ بحر رفح، وتم الإعلام من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة أنه تم العثور على أحد جثث الصيادين في أمام أو قبالة شواطئ مدينة رفح. لازال عدد كبير منهم غير يعني معلوم مصيره، ولكن هذا المشهد الأخوي هنا في قطاع غزة من الهواة والغواصين الذين أعلنوا الاستنفار اليوم بحثا عن هؤلاء البحارة المصريين. كما تشاهدون هناك يعني حالة بحث في تلك المنطقة في وسط القطاع، هناك أكثر من مرحلة بحث كما نلاحظ على هذه الشواطئ، حيث في السابق في المنخفضات السابقة قذفت الأمواج بعدد من البحارة المصريين في هذه المنطقة، منطقة ما بين منطقة الزهرة والنصيرات. طبعا سأتحدث مع منسق هذه الحملة والتي بدأت اليوم في عمليات بحث مستمرة عن البحارة المصريين، يعطيك العافية. الله يعافيك. معك الكابتن ماهر مرزوق، منسق مبادرة العربية لغواصين الخير في الوطن العربي. أستاذ ماهر، ما يعني حدثنا عن هذه المبادرة التي واضح أنها فردية وليست يعني ضمن إطار مؤسسات أو ما شابه؟ هذه مبادرة ليست فردية، نحن غواصين الخير المتطوعين في كل مكان نحمل رسالة إنسانية هي الحفاظ على الأرواح وانتشال الجسامين. نخرج من بيوتنا، ائتلاف عربي، ائتلاف عربي من أكثر من 14 دولة، ونحن هنا في فلسطين اليوم باسم غواصين الخير في فلسطين. هذه ليست أول عمليات البحث، قمنا قبل ذلك في البحث بالجنوب بالشمال بالوسط، ولكن اليوم دعينا لاستنفار عاجل لعمليات البحث واستكمال عمليات البحث عن مفقودين الثلاثة المصريين في بورسعيد. نحن نقدم هذه الرسالة بشتى الطرق، أن مجتمع الغواصين والمنقذين والسباحين هم موجودين متطوعين في فلسطين جاهزين أن يكونوا خدمة لشعبهم وخدمة لأبناء شعبهم، ومع أشقان العرب في كل دول العرب المشتركة في غواصين الخير المتطوعون. طيب ما هي إمكانياتكم؟ يعني البحث معروف أنه بحاجة لإمكانيات، أنا أرى بعض الإمكانيات متواضعة لكن الهمم عالية. الإمكانيات التي نتوفر لدينا هنا في فلسطين في قطاع غزة بالأخص هي إمكانيات معدومة، ولكن نحن لدينا الإرادة ولدينا التحدي ولدينا الإيمان بهذه الرسالة التي نقدمها لكل العالم العربي. نحن هنا منقذين غواصين سباحين، مرة أخرى وأكد منقذين سباحين غواصين، نسعى إلى خدمة الرسالة الإنسانية، وأسمى رسالة إنسانية هي الحفاظ على أرواح البشر. حتى الآن أنتم تحدثت أنكم بحثتم في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط يعني والشمال، إلى أين يعني إلى أي مدى يمكن أن نقول يمكن أن تنجحوا في العثور على جثث لهؤلاء الصيادين؟ عملية البحث استمرت ودعينا إليها بعد العثور على حقيبة شنطة لأحد المفقودين عثرت عليها الشرطة البحرية الفلسطينية. هذا ما يؤكد دليل أنه قد يوجد بعض الجسامين للمفقودين في حادث بورسعيد، قد يوجد بعض الجسامين، فإحنا احتمالية وجودهم نفتش في الصخور في المواني في أماكن، نعمل دوريات راجلة. أهاليهم في بورسعيد أو أهالي بورسعيد يناشدون كل يوم هنا، يتواصلون معك مناشدات كل يوم للبحث عن المفقودين. فهذه رسالة إنسانية، نحن نتضامن مع الشعوب العربية بهذه الرسالة، ونؤكد من هنا من فلسطين أن هذا الفريق موجود لعمليات إنسانية بحتة، رغم قلة الإمكانيات ورغم الحصار الذي نعانيه إلا نحن مستمرين إن شاء الله في هذا الموضوع. جزيلا. سأتحدث الآن مع مزيد من الغواصين الموجودين في هذا المكان، صحفي وغواص يعمل في هذا المكان. لو تحدثنا عن الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال عمليات البحث الآن في بحر قطاع غزة. هو دور إنساني يقوم به الغواصون الآن، هي مهمة بحث عن رفات بحارة مصريين غرقوا في أمام شواطئ بورسعيد. طبعا هذا الدور الإنساني رغم قلة الإمكانيات التي يعاني منها الغواصين هنا، معظم المعدات التي تراها من زعانف ونظارات وبدل غطس، هذه معدات ممنوع دخولها قطاع غزة، يتحجج الاحتلال بأنها مواد مزدوجة الاستخدام، لكن
يجب أن يعلم العالم أن هناك غواصين يعتاشون على الصيد بالمسدس البحري ويمارسون هذه الهواية وهذه المتعة على ساحلهم. قطاع غزة مطل على ساحل طول يعني 40 كيلومتر، لا يمكن تهميش هذا الساحل، هذا المسطح المائي. اليوم هو هذا عمل إنساني، استكمال لعمل إنساني يقوم به زملائنا وأشقائنا الغواصين المصريين الذين يبحثون على الرفات البحارة في سواحل بورسعيد والعريش وغيرها من المناطق. نحن نتوقع وصول بعض الجثث إلى ساحلنا بسبب حركة التيارات المائية والتيارات الهوائية التي ربما تكون قد قذفت رفات بعض البحارة إلى سواحلنا. نقوم بنعمل بما هو علينا عمله من واجب أخلاقي ووطني وامتداد للعروبة وامتداد للقومية والأخوة بين فلسطين ومصر. هذا الجسم الموجود الآن من الغواصين، يعني أنا أرى عملية البحث في أكثر من جانب، وتحدث قبل ذلك أحد الغواصين أن عملية البحث كانت في الجنوب مستمرة والآن في وسط القطاع. من ناحية التواصل مع الجانب المصري، تحدثت أن هناك تواصل في عمليات البحث. عائلات المفقودين هل هي في تواصل أيضا معكم؟ يعني لديها أمل كبير في هؤلاء الغواصين في قطاع غزة؟ هو هناك تواصل إلكتروني على بعض الجروبات، على وسائل التواصل الاجتماعي. هو تواصل أصلا هو مسبق بيننا وبين الكثير من الغواصين أو حتى في مختلف الدول العربية. في حادث كهذا ومرت حوادث أخرى كان هناك نوع من التعاون. بالتأكيد هم أهالي الضحايا الآن لهم ما يشغلهم، ولكن في حال تم العثور على أي جثمان سيتم التواصل مع الجهات الحكومية هنا لتسليمه، وبالتالي تسليمه للجانب المصري وعمل جنازة له تليق بإنسانيته كآدمي في النهاية. الله، يعني الله سبحانه وتعالى يساعدكم في العثور على هؤلاء البحارة. إذن مشاهدينا، كما تلاحظون عمليات البحث المستمرة هنا في قطاع غزة عن البحارة الثلاثة المصريين. لو لاحظنا في ذلك الجانب كما نشاهد أعداد من الغواصين الذين يعني برغم قلة الإمكانيات، رغم ما حالة المنع كما تحدث أحد الغواصين قبل قليل من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يمنع إدخال هذه المعدات إلى قطاع غزة، لكن رغم ذلك هناك حالة من الاستنفار كما تحدثنا في صفوف كل من يستطيع الغوص هنا في قطاع غزة بعد دعوة كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المهمة الإنسانية للبحث عن البحارة المصريين الذين يتوقع أن الأمواج قذفتهم إلى قطاع غزة كما حصل سابقا. يعني هذا الأمر ليس وليد اللحظة، وإنما في كل منخفض في كل توترات جوية يتم العثور على بحارة مصريين هنا في قطاع غزة، وهذه عملية البحث جاءت بعد ذلك. يعني هي عمليات يحدوها الأمل أن يتم العثور على هؤلاء الصيادين البحارة المصريين. يعطيك العافية. الله يعافيك. الرسالة التي أراد قطاع غزة إيصالها من خلال عملية البحث هذه، غواصون الخير في قطاع غزة وفي فلسطين تحديدا أرادوا أن يوجهوا رسالة للعالم أجمع بأننا شعب يحب الحياة، بأننا شعب يحب الخير والسلام والمحبة. فمن هنا انطلق إخواننا وأحبائنا الغواصون إلى شواطئ بحر غزة للبحث عن إخواننا وأشقائنا المصريين الذين فقدوا في بحر بورسعيد. يعني ما نلاحظه أن الأجواء يعني صعبة وقد يكون هناك خطر على هؤلاء الغواصين، ولكن نرى بعض المهارة لديهم. الذي يجبر هذا الغواص رغم أنه لا يأخذ مال ولا راتب ولا شيء يجبره سوى الإنسانية والأخوة العربية، كيف يمكن أن تترجم على أرض الواقع بين الأقطاب السياسية سواء أو التعامل ما بين قطاع غزة ومصر؟ رغم الحصار المفروض على قطاع غزة ورغم الظلم ورغم القهر الذي تعرض له قطاع غزة على مدار سنوات عدة، إلا أن إخواننا وغواصين ومتطوعين الخير أصروا على أن يوصلوا رسالة خير ومحبة إلى جميع العالم بأننا شعب نحب الحياة. لذلك رغم هذا المنخفض ورغم علو الأمواج ورغم الإمكانيات البسيطة جدا ورغم الحصار أصر إخواننا الصيادين الغواصين
الغواصون على أن يدخلوا البحر للبحث عن الإخوة والأشقاء المصريين الذين فقدوا في على ما المطلوب لدعم هؤلاء الغواصين؟ يعني ما المطلوب على صعيد الفلسطيني لدعم هؤلاء الغواصين؟ المطلوب على الصعيد الفلسطيني أن يدعموا فئة الشباب فيها الخير وفيها العطاء من أجل الوطن. الشباب محب للوطن، الشباب عماد المستقبل. نتمنى من كل مسؤول حر وشريف أن يدعم إخواننا الغواصين وأن يدعم جميع الشباب في فلسطين وخاصة قطاع غزة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، في هذه الصور المباشرة يتم الآن عمليات البحث عن البحارة المصريين الذين وجدت جثة أحدهم على شواطئ مدينة رفح. طبعا للتوضيح، هذه المنطقة عثر في مرة سابقة في أحد المنخفضات على قارب الصيادين المصريين الذين تم إعادتهم أحياء من قطاع غزة إلى القاهرة، لكن اليوم يعني هناك أمل ضعيف بالعثور على صيادين أحياء، ولكن المحاولات مستمرة من قبل هؤلاء الغواصين في قطاع غزة الذين كما تحدثنا لا يوجد داعم لهم، لا يوجد أدوات خاصة بهم للغوص بعد منع الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأدوات. ولكن رغم ذلك، رغم الأمواج العالية ورغم حالة الطقس الباردة، إلا أن هؤلاء يحدوهم الأمل بالبحث عن أو بالعثور على هؤلاء البحارة المصريين. إذن الآن بدأت فعليا في هذه المنطقة وسط قطاع غزة عمليات البحث عن البحارة المصريين. الذي دفع هؤلاء الغواصين إلى الوصول لهذا المكان هو عثور الجانب الفلسطيني سابقا على بحارة مصريين وصلوا إلى هذه المنطقة، وكلكم يعرف قصتهم، وتم إعادتهم أحياء إلى مصر وعادوا يحملون الورود إلى مصر. اليوم هناك صحيح أمل ضعيف، ولكن هناك أمل كبير على الأقل بالعثور على جثث هؤلاء الصيادين في بحر قطاع غزة. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. طبعا معي في هذا المكان أحد الغواصين. يعني أجد الإمكانيات معك يعني قد تكون جيدة مقابل زملائك. حدثنا عن على الأقل صعوبة الحصول على إمكانيات الغوص هنا. طبعا الإشي هذا لا يخفى على أحد، الصعوبة كبيرة جدا جدا جدا. نقدر ندبر الحاجات من تعون المخراز، من تبعون مصر بيقوم داخلين باللواعي بصعوبة جدا وبسعر عالي جدا بنجيبها علشان نحن نقدر نغطي الاحتياجات تاعتنا. نحن طبعا صيادين الغطس وبواريد سنوركل. أول ما سمعنا بالخبر الغرق السفينة المصرية طبعا إخواتنا وما قدرناش نقصر، وأول ما ندونا للحاجة هذه فجينا فعلا بشكل تطوعي إن احنا ننزل يوميا نمشط كل واحد حسب منطقته ونبحث لعل وعسى إن شاء الله نعثر فيهم عشان أهلهم إن شاء الله يرتاحوا ويدفنوهم بإذن الواحد الأحد. أنتم بشكل يومي تبحثون؟ صحيح. إحنا من ضمننا، إحنا قلت لك غطاسين صيد، بننزل يوميا فبنخصص بعض الوقت من وقتنا إنه إحنا إيش نظام تمشيط. لما بيبقى البحر غير جيد للصيد بنبقى جينا بنعمل تمشيط وبنحاول قدر الإمكان نوسع الدائرة تاعتنا كل مرة في منطقة شكل هو المناطق الموزعة علينا. جزيلا لك على هذا الدور الإنساني العظيم الذي تقوم به هنا في قطاع غزة. إلى هنا مشاهدينا الكرام ننهي هذه التغطية التي رصدنا لكم من خلالها عمليات البحث بشكل موسع بعد نداء الاستغاثة والاستنفار من قبل الغواصين هنا في قطاع غزة للبحث عن البحارة المصريين. إذن إن شاء الله يعني يتم العثور على جثثهم في هذه المنطقة تحديدا بعد عمليات البحث التي كانت في الجنوب. إذا ما توصلنا إلى أي معلومة سيكون المشاهد إن شاء الله أول من يسمع بهذه الأخبار. إلى هنا مشاهدينا الكرام ننهي هذه التغطية، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.